احنا رح نحكيها عن موضوع جدا مهم بخصوص الاشخاص يلي بيبداوا بمشروعهم الخاص مع كثير من الحلم والطموح والجهد حتى والاندفاع يلي بيكونوا هنن عايشين فيه لحتى يحققوا هذا المشروع، ولكن من ضمن مسيرتهم وطريقهم ممكن يواجهوا كثير من العقبات والعثرات اللي ممكن تحد من طموحهم او ممكن حتى توقف الاستمرار لهذا المشروع. اليوم سلمى، صحيح حفاف، ويمكن السؤال اللي بيخطر ببال كل الناس انه يا ترى انا شو ممكن ساوي لحتى اقدر ابدا بمشروعي الخاص من دون اي مشاكل، شو ممكن اعمل لحتى اقدر على الاقل اني احقق النجاح بهذا المشروع، شو هي ادواتي اللي لازم امتلكها، شو هي الخطه اللي انا لازم بلش فيها. كثير من هاي الاسئله بيسالها رواد الاعمال وخصوصا الشباب بهذا الوقت. اليوم رح نعرف الوصفه اذا فينا نسميها من ضيفنا اللي معنا بالاستوديو دكتور منير عباس، وهو رئيس مجلس اداره جمعيه الموارد البشريه. يسعد اوقاتك دكتور، ويسعد صباحك. صباح الخير دكتور، واهلا وسهلا فيك. يعني اليوم موضوعنا هام لكثير من الشباب، وحكينا بالبدايه نوهنا على نقطه انه ببدايه المشروع ممكن نواجه كثير من العقبات، فسؤال لحضرتك اليوم كيف نحن بدنا نتخطى هاي العقبات او نبلش بهذا المشروع مع احتمالية الفشل؟ تمام. هلا نحن فكر ريادي هو يعني شيء رائع جدا، وهلا نحن كل شبابنا متوجهين له وصارت ادواته متوفره. الحقيقه ريادة الاعمال هو انشاء مشروع من الصفر احيانا، واحيانا هو اكمال مشروع قد بدا ولكن بتقديمه بطريقه مختلفه ابتكاريه. فرائد العمل عندما يقوم بمشروع سواء كان ربحي او سواء كان خدمي او مجتمعي، هو عم يقدم افكار ابتكاريه جديده، عم يقدمها بطريقه حديثه، او خلينا نقول بطريقه مقبوله بشيء انه ما كانت من السابق مقبوله فيه. بيخطئ الأشخاص أحيانا وقت يحسبوا أنه هن بده يعملوا مشروع من الصفر يبلشوا فيه حتى يكون مشروع ريادي. لا، أحيانا نفس المشروع كان فاشل سابقا تقدم بطريقة جديدة صار رابح ومستدام. إذا هي ريادة الأعمال أحيانا تقديم طريقة جديدة. أنا بحسهم محظوظين رواد العمل هالأيام. ليه؟ لأنه نحن سابقا كان لتأسيس شركة أو القيام بأي عمل لازم تستأجري مكان ولازم يكون في عندك مساحة جغرافية مؤمنة. الآن أي رائد عمل ممكن يبدأ بصفحة موجودة على السوشيال ميديا ويكون عنده أكثر من 1,000، 2,000، 100,000، 1,000,000 متابعين وزبائن محتملين. يعني هون صارت الدراسات الإحصائية افتراضية، يعني صرتي انت تقيسي قديش الترند لتقبل المنتج تبعك او الخدمه تبعتك عن طريق السوشيال ميديا، وهناك صفحات ستاتستكس احصائيه بقلب نفس الصفحه، سواء انستغرام، سواء كان فيسبوك، سواء كان لينكد ان اذا بدك كمان عم تروجي عن نفسك وعن البزنس تبعك. فانا حاسس انه ادواتهم كثير حلوه، ولكن هالانفتاح الزايد كمان بده دراسه اكثر. يعني هلا فكره مشروع ما بيعني انه والله خطرتي ببالي فكره يلا تعال ننفذها، في دراسه، في خطه للمشروع، في سقف تماما، في خطه مدروسه. هي الخطه لها عده اقسام. اول شيء الامكانيات الماليه، انه هل متوفره. وتصوري انه نحن وقت بنعطي دورات برياده الاعمال بنلاقي انه كان محسب رائد العمل انه لازم بس تعطيني تمويل حتنجح فكرتي او مشروعي. لا، بعد ما نعطيهم دراسه الموارد البشريه بقلب المشروع والدراسه التسويقيه والدراسه الفنيه ونعطيهم الدراسه الماليه، بلاقوا اسهل شيء هو الحصول على قرض للفكره، وانه هن لسه مو جاهزين كشخص يدرس فنيا للمشروع ويدرس بطريقه التسويق. فاذا هناك دراسات اساسيه بنبدا نحن اول شيء بريادة الأعمال بدراسة السوق، هل هناك سوق للمنتج أو الخدمة اللي بدي أقدمها؟ ثاني شيء الدراسة الفنية، هل أنا أستطيع تقديم الشيء اللي بدي أقدمه بميزة تنافسية غير اللي غيري قدمه؟ الشغلة الثالثة تجي عنا فورا هي الدراسة المالية، أو خلينا نقول دراسة الموارد البشرية قبلها. هل عندي أنا شركاء؟ هل عندي العقول؟ هل عندي الأشخاص القادرين على تحمل الريسك؟ بتعرفي أنت ريادة الأعمال كلياتها مخاطرة، وصامدين بوجه العواصف اللي هي ممكن يشوفها رائد العمل. واخر شيء بتيجي الدراسه الماليه، يعني اخر شيء بس تعملي هالمشروع دراسه جدوى اقتصاديه بتقدمي على قرض، صدقيني بس تكوني مستوفيه هدول الثلاث عناصر كثير الجهات عم تعطي قروض. يعني من مؤسسات تمويل صغير لمصارف هلا رجعت من سنتين واكثر عم تعطي قروض، ولكن بدك تكوني مستوفيه الدراسه، ما تكون فكره عباره عن فزعه فكره انه انا والله اليوم جاء على بالي اعمل هالشيء ثاني يوم راحت. أهم شيء بريادة الأعمال أنا بنبه عليه الشغف، يعني أنت مآمنة بالفكرة اللي أنت عم تعملي فيها مشروع ابتكاري، ودائما لازم ندرس وين مساحة الحاجة لها، يعني تقديم ميزة تنافسية. الميزة التنافسية بأي شيء بتعملي هي اللي بتضمن لك الاستدامة.
على سبيل المثال شفنا برد ومطر ممكن بكل سهولة رائد العمل يطلع من هالشيء هذا من ناحية فرصة يقول لازم بيع شماسي على الموقف. يعني دائما بتطلع هو على الناحية اللي هي الغيره بيشوفها انه أزمة، هو بيشوفها فرصة. فوقت يكون عنده الشخص هي التفكير الإيجابي للأزمات انه هي فرص هو رائد عمل. يعني انا كثير كل يوم بشوف عشرات رواد الاعمال كل يوم بنعاصرهم وما شاء الله عليهم، صار معاصر اكثر من 400-500 مشروع هن رواد عمل كلياتهم بتلاقيهم من بدايتهم مآمين بالفكره، هلا هن اشخاص لهم اسمهم بالسوق وموجودين وعم يتصدر عملهم خلينا نقول الافتراضي خارج سوريا. أكيد. طيب دكتور منير، حضرتك حكيت فكرة مهمة، يمكن من فوائد هذا العصر اللي نحن فيه هلأ أنه صار فيه كثير جمعيات، صار فيه كثير جهات عم تعمل مؤتمرات ورشات عمل لكيفية انتقاء العمل المناسب أو حتى رعاية المشاريع الصغيرة. اليوم هل إذا كان المورد المالي اللي أنا حاطه ببالي بدي بلش في هذا المشروع الصغير صغير معناته أنا مشروعي رح يفشل؟ هل دائما يحتم علي أنه يكون عندي رأس مال كبير لبلش فيه أو لا مو شرط؟ صدقيني أنه العكس تماما. يعني هن بيشوفوا رواد الأعمال بكرة أنه الدعم اللي هن بدهم إياه والوقت واحد يقدم لك دعم كتير كبير على فكرة لساتها مو ناضجة بيكون عم بيضرك. يعني احنا لازم نتفكر هلا كثير حبيت التصرفات تبع المؤسسات الماليه عم تقدم قروض حسب نسب الانجاز. يعني خليني اقول بتعطيكي 400 مليون لمشروع معين بتقول لك حسب كل فتره انجزتي فيها حاعطيكي قسم من القرض. يعني انجزتي اول فتره فتره الانشاء والتاسيس بدك مثلا اصول ثابته بعطيكي نص المبلغ، اعطيني تطورات المشروع لاصرف لك بقيه المبلغ، نوع من المحاسبه والمراقبه على صاحب المشروع. هذا الشيء عم يعطيه انه هو لازم يتقدم بالمشروع دفع. مو تعطيني انت فورا المصاري كلياتها صارت كلياتها نجحت او ممكن فشلت اصرفها كلها على اصول ثابته، ما عاد في عندي رانينج كوست، ما عاد في عندي كاش اعطيه لاستمراريه المشروع، ما عاد في عندي سيوله للامام، وين الخطه المخاطره؟ ولكن الشيء لازم نركز عليه كثير نحن التدريبات اللي بتتم على رياده الاعمال ما نستقل فيها ابدا لوضع خطه. يعني هي اهم شيء الخطه. كل رواد العمل انا من خلال خبرتي بشوفهم حتى من شيء 13-14 سنه عندهم ضعف من الناحيه الماليه، ضعف من الناحيه الماليه، ما بيعرف يعمل ميزانيه بسيطه، ما بيعرف يحسب، بده بيقول لك خلص بكره بكبر مشروعي بجيب لك محاسب. طب انت المحاسب اللي جبتيه ما بدك تعرفي تقري تقاريره؟ يعني هالشخص هذا اللي جبته المالي اللي هو ضليع جدا ورائع ما بدي اعرف هو هالنسب وهالريتينج اللي اعطاني اياهم كيف بينقروا من ناحيه صاحب عمل. فبدنا تدريب، انا بشوف الناحيه اللي بدنا تدريب فيها هي الناحيه الماليه. النواحي الثانيه هن اوريدي جايين جاهزين وحابين الفكره. يعني كل شخص فيهم هو متحمس وشغفه هو اللي خلاه يوقف بعده تواصف. يعني لو برنامجنا الطويل كان جبت لك كثير قصص نجاح من اشخاص فشلوا عشرات المرات بعدين لنجحوا. يعني من قد ما هن مآمنين بمشروعهم كثير هي عطتهم دافع. فلذلك انا بقول لهم قبل ما تدرسوا اي فكره مشروع هل عندكم شغف وحب لهي الفكره؟ لانه جايتكم كثير صعوبات، نحن بنسميها صعوبات انتم بتسموها حواجز ممكن تعديها. اليوم عم نشوف دكتور في كثير فرص مناسبه بسوق العمل وهامه كمان، ولكن الشباب الخوف من الفشل اليوم او مع وجود راس مال خلينا نقول عنه بسيط ممكن يصير في رادع لهالشيء، هي تعتبر معوقات او علامات فشل ولا لازم حتى مع الاشياء البسيطه يباشروا مشروع؟ هلا رائد العمل يمتاز عن الشخص العادي انه مثل ما قلت لحضرتك بيشوف الازمات فرص، فهو ليس خائف وهو محب للمخاطره. فدائما رابطين هنا بتعريف رياده الاعمال ريسك تيكر، يعني شخص بيحب يخاطر. فالمخاطر مو يعني يجازف يحمل هالمصاري ويكبها باي طريقه او اي، عندي راس المخاطره. فهون في ناس يعني تخلط بين المفهومين، ما بيعني انه المخاطره اني انا روح جازف بالمبلغ وشوف الازمه كلياتها واقعد استثمر فيها، انا بدي اشوف وين بصيص الامل، وين الميزه التنافسيه تبعتي بالسوق حتى بنص الازمات. يعني كثير اشخاص طلعوا برياده الاعمال مثلا من عمليه قطع كهرباء لتوليد كهرباء بمنطقه بحاجه، في ناس ولدت بطاقه بديله مناطق امنه لدراسه الطلاب حاليا وعم بتاجر الساعه لحضور الطلاب بهالظروف ما فيها الكهرباء ولا دفع. يعني في افكار كثير بتلاقيها، انت شايفه هالنقطه ازمه، هو شايفها هي بصيص امل وشايفها رياده اعمال. كثير اشخاص مثلا بتلاقي هالمنطقه اللي هي فيها دراسه على سبيل المثال بمنطقه كلها مقطوعه الكهرباء فيها ومغذاه بالكهرباء والتدفئه، جنبها لقينا فتح مطعم، جنبها صار في مكتب التصوير، خلق بزنس ثاني، جنبها صار في مول صغير للثياب. يعني بتلاقيتي انت بنقطه جذب كثير بسيطه رياديه المنطقه كلياتها انتعشت وهي صارت المنطقه اللي حواليها كلياتها هي ما
تتمنى فيها الظروف العادية. فإذا أنا وقت عم بشوف هاي الأفكار الإبداعية اللي عم بتصير، عم بتطلع أنه قديش ريادة الأعمال شيء اللي إحنا بحاجة له كتير. دائما كل الدول بتطلع من أزمات بحاجة لأفكار ريادية. الأفكار الريادية هي تقديم الأزمات بطريقة استثمارية، ودائما بيكون عند رائد العمل أفكار بالتقديم تختلف تماما عن الأفكار العادية. خليني أعطيك مثال بسيط. نحن هلأ بدنا موظفين رواد عمل، لأنه هلأ حتى مفهوم البزنس الحديث صار بده شركاء وليس موظفين. أنت بدك تكوني موظفة عندي تساعديني أنا كيف فيني أجيب مصاري أكثر للشركة حتى يستمر دخلي ودخلك. يعني هلأ كلاتنا صارت واحدة تصوري من شروط التقديم على الوظائف الاعتيادية اللي هي مبدأ الوظيفة وليس ريادة عمل وصاحب مشروع، أنه يكون في عنده فكر ريادي. كيف يعني فكر ريادي بالبزنس؟ أنك أنت تساعديني أنا صاحب شركة كيف شايفة هلأ تقبل منتجاتي وخدماتي ممكن يتحسن بوجودك معي، وليس تكوني عبء على صاحب الشركة أنك عم تنطري راتبك وتكوني أنت عبء مادي. لا، أنت فتي بمفهوم الشراكة الريادية لنا. فهذا الشيء صار له أكثر من 5 سنين عم يرتاد ودائما فعلا عم يعطي نتائج. فكتير بس عم نجيبوا موظفين عندهم تفكير ريادي، هن كانوا بيطمحوا يكون عندهم مشروعهم، طلعوا هالطموح كلهم بالشركة اللي راحوا عليها. صدقيني أنه عم تفتح أفرع الشركات عم بيكونوا هن مدراء هاي الأفرع، يعني فاتوا بشراكة بسبب تفكيرهم الريادي. طب دكتور، يعني مثل ما حضرتك قلت في كتير شغلات ممكن ما تكون تخطر على بال الشخص، وهي فعلا فكرة ممكن تساعده ليبلش مشروع صغير. من خلال دراستك للسوق السورية، سوقنا المحلية بشكل عام، شو شفت المشاريع الريادية اللي حاليا هي عم تنطلب، عم بتبلش وعم بيكون في إلى نجاح وصدى وغير تقليدية، يعني غير مطروقة ما كنا نفكر فيها سابقا؟ الحقيقة هلأ كل الأعمال الافتراضية هي اللي أخذت الترند بالعالم، مو بس بسوريا. وسوريا سوق واعد جدا. أنا عم بطلع على سوريا مثل وقت تطورت الهند بالتكنولوجي كلياتها، عم شوفها كيف صارت هي الحديقة الخلفية التكنولوجية للدول العالم المتقدم دائما. يعني هلا بتحكي انت على اي كاستمر سيرفيس بامريكا بكندا برد عليكي واحد بالهند عم يعطيكي الخدمه الزبائن، هي انتقلوا للتكنولوجيا. انا شايف سوريا مستقبلها كثير تكنولوجي رائع جدا، وعندنا الادمغه الرائعه الرياديه. يعني تصوري انت على بساطه الاعمال، ما في حدا انا بعرفه كمهندس معلوماتي الا عم بيصدر عمل معين لدول الخليج او دول الاوروبيه بهالامكانيات. يعني عم بيجي دخل جيد، وعم بيكون كل اعماله مريحه. وركينج فروم هوم عطى مساحه كثير كبيره للاشخاص انه تشتغل مع عدة شركات، وبنفس الوقت هي موظفة بمكان معين. يعني هلا انا كثير كل الناس اللي عم نوظفهم هلا حاليا من سنة وجر كله عم بيكون بارت تايم، يعني عم بيكون ما بدي غير يومين بالاسبوع يجي شخصيا والباقي يكمل شغله معي على الاونلاين. دائما عم بنطلب مننا اعمال افتراضية. العالم الافتراضي فتح مساحات كثير كبيرة، بالخاص هلا دخل الاي اي، وما شاء الله عنا الشباب عوام عاصروا وفهموا على التكنولوجيا الجديدة ودخل بكل التفاصيل. صار أنا لحالي فيني منتج فيلم لإلي أنا على إمكانياتي البسيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. صار فيني أعمل ديزاين كتير حلو وأخذ استفادة من تجارب وديزاينات موجودة بأرقى دول العالم عن طريق استجلابها مثلا أو استحضارها عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي. فهلأ في عنا مساحة كتير كبيرة افتراضية. المشاريع كلها عم تنتقل، حتى هلأ موضة المولات والشوبينج أونلاين كلها. وبسوريا هلأ صار في عنا 4-5 تطبيقات بسوريا بتفوتي بتعملي شوبينج حتى من السوبر ماركت اللي هي نيكست دور جنب بيتك، هي موجودة بهذا المول وعم بيوصل لك الطلب لعندك. فنحن رايحين بالترند جديد اللي هو كلياته أعمال افتراضية. ما بيعني أنه التغيت وظائف، لا، حضرت هاي الوظائف وتقدمت بطريقة تانية. ولكن خلينا بالختام معك دكتور هيك ناخذ منك اهم النصائح اليوم لكل شاب او صبيه كانوا بدهم يبلشوا بمشروعهم الخاص او الصغير، حتى ان كان على ارض الواقع ولا من خلال الاي اي او حتى على مواقع التواصل. انا بقول لهم ادرسوا الرياده منيح. الريادة مو هي بس شغف وطموح لكم، الريادة بدها دراسة تجارب ناجحة. درسوا رواد الأعمال الكبار كيف طلعوا من مشاريع تخرج وصاروا كلياتهم استثمروا الفكرة. درسوا السوق كتير منيح، اطلعوا على الأزمات كأنها فرص كلياتها، وتدربوا على الناحية المالية كتير. يعني أنا عندي هون كتير يعني وجع معهم، لأنه بس نوصل للناحية المالية بنوقف شوي صغيرة. حضروا ميزانيات حتى لو على بساطتها حتى تديروا أعمالكم. وبتمنى لهم دائما يتدربوا على مهارات سوق العمل ويكتروا
من مهارات التواصل، لانه بتلاقي هلا في كثير ناس ناجح عملها بس عندها ضعف بالتسويق لعملها، فعم بتروح تلجا لاشخاص يسوقوا لهم افتراضيا مع انه هو صاحب المنتج وصاحب الخدمه، فيدير باله كثير على مهارات التواصل. ما بيعني انه صار افتراضي ما انه بحاجه للتواصل البشري، لا، لازم يزيد جهده اكثر لانه لا غنى عن موضوع التواصل الاعتيادي والتقليدي. اكيد معلومات مهمه دائما. معك دكتور منير، بدنا نتشكرك ونتمنى التوفيق لكل شبابنا ولكل رواد الاعمال بمشاريعهم الصغيره او حتى بمشاريعهم الخاصه. شكرا لك. شكرا لك دكتور منير. شكرا لك.